السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا بواحد الحلة جديدة، جينا نتكلموا موضوع جديد ونرجعوا كيف ما كنا بدينا القناة. كنتكلموا على بعض القنوات اللي كيمشي واحد المسار، واحد المسار اللي هو عكس التعريف باليوتيوب. يعني الإنسان لما كيدخل باليوتيوب كيدخل ليه وهو جاي كيعطي واحد الفائدة، واحد الفائدة كيعطيها، كيبين ان مثلا على المغرب، كيبين على العادات، كيبين على التقاليد، كيبين على الشخصية ديال الانسان، كيبين مثلا كيعطي دروس للناس اللي واقفة، مثلا دروس في الحياة، في الرياضة، الروتين اللي هو بمعنى الروتين، يعني كل يوم كنطيبو كل يوم كنطيبو. ومش كل منا اللي كل صباح كيفيق وما كيعرفش شنو كيطيب. اول ما كيحط الفطور ماشي مشكل، كيعدي بالفطور شنو ما كان، لكن الغدا كيجيه صعيب والعشاء كيجيه صعيب. يعني لكن الفطور وكسكرو راه باينين، الا الغدا والعشاء. كاين بعض القنوات اللي كيعرفوا بهذا الشيء، وكيخليو المتتبع ديالهم كيكثر عندهم المتتبعين، لانه كيفيدوهم. كاين بعض القنوات اللي كيعلموك كيفاش تستخدم الخضر، مثلا بحال الدنجال، بحال الكروم، بحال البطاطا الحلوه، بحال بعض الخضروات اللي معروف الاستخدام ديالها في المغرب بطريقه واحده. لكن كاينين بعض القنوات اللي كيدخلوا كيعرفوا بهاد الخضر وتيوريوك بعض الوصفات اللي متنوعه، سواء من الابتكار ديالهم والاختراع ديالهم، سواء من بعض الدول، وكيزيدوا عليها تحسينات. انا عندي متتبعين ومشتركين ودخلوا عندي وقالوا لي علاش ما ترجعيش تحكي لنا على هاد القنوات هذه، اللي ماشي اللي هي حكينا هذا بكتفيد، وإنما القنوات اللي كنا كننتقدهم. ومن كلمة ننتقدهم كاينين بعض القنوات اللي هما ناقدين، يعني ناقدة مع ناقدة، ناقدات. قالوا لي تكلمي على واحد الناقدة اللي هي كتطعن، ماشي مثلا كتعطي واحد النقد بناء لواحد القناة من القنوات، مثلا شافت شي وحدة يعني ماشية في طريق غير صحيح من ناحية ديال العائلة ديالها، أو من ناحية ديال الجيران، أو من ناحية ديال الأصدقاء، أو من ناحية ديال الناس عامة بدون ما تكون عندها صلة. قالوا لي غادي تدخلي وتهضري عليها، لأنك تهضر في واحد اتجاه ضد اتجاه تاني. منين دخلت فعلا انا ما مشتركش عندها وما عمرني شتها، ولكن دخلت باش نجي نهضر، خصني ندخل نشوف بعد الحوارات عندها وبعد الفيديوهات عندها والطريقه ديالها كيفاش كتكلم. كتكلم هاد السيده حاقده على واحد السيده اللي هي ما كتكلم لها حتى شي حاجه، لربما تكون عندهم واحد صله القرابه بيناتهم، وهي متخبية من مور واحد القناة وكتطعن فيها. ومجيت نشوف المشتركين ديالها، ما عندهاش مشتركين بزاف، ما عندهاش متتبعين بزاف، صح عندها بعض المشاهدات اللي هي احنا كلنا ما عندناش مشاهدين بزاف، وانما احنا جينا نحللو في القناة ديالها. كتنحاز لواحد السيدة ضد واحد السيدة، مع العلم ان هادوك السيدتان بجوج هما من عائلة واحدة، صحيح انهما منفصلين مع بعضياتهم وعندهم شوية ديال المشاكل. هاد المشاكل العائلية ديروا في بالكم، الناس اللي كتدخلوا بين هاد الناس راه ما كتطولش هاد المشاكل، قد ما طالت ما غاديش طول، لان حتى شي واحد ما تيقطع الدم. ما نوضش انا ونجي نقول فلانة دايرة وعطاها الله وفعلات ودارت وصنعات، وضد في الاخرى اللي هي دارت ليها. فجينا نشوفوا لقينا هذيك القناه اللي هي معها طلعت بالمشاكل وبالصداع، فضحت بعض الحوايج اللي في الاسره، وما فادت المتتبعين ديالها حتى شي حاجه. بالعكس ديري لها اشتراك باش كيزيدوا يشوفوا بعد الفضيحه، زادت فضيحه اخرى. لكن الحين هي طورت من نفسها، مزيان انها طورت من نفسها، لكن ما تقدرش تراجع وتمشي في واحد المسار زوين، لان هي من الاساس خرجت في هذاك
الطلوع ديال ديك القناة بالمشاكل وبالصداع، ما غاديش تراجع، الا تراجعت غادي تطيح ليها المشاهدة، بحيث ان القناة الاخرى اللي هما ضدها هما بجوج اللي كتدافع عليها هذه القناة كتطعن فيها وكتقول دارت وفعلت. وحنا ملي جينا نشوفو لقينا صح انها السيده عندها واحد صله القرابه ما بيناتهم بجوج، وكتخدم على راسها، خدمات على راسها بغض النظر ان ساعدوها والديها، عطاوها داروا ليها، وانما القناه ديالها نظيفه جميله، كتفيد، كتعطي بعض الحويج اللي هي بسيطه، اللي هي عائليه محضه، اللي مثلا عادات زوينين بحال السبوع، بحال الحباله، بحال الولاده، بحال الطياب، وما عمرنا شفناهم جابوا ناس او ناضوا ناس ضدهم، الا بعض القنوات اللي كيشوفوا هذاك المشكل اللي بيناتهم وكيتكلموا عليه بطريقتهم، لكن هما ما كيتبناوهمش. وجينا نبحثوا فيهم واش هما تيتبناو هاد الناس باش ينوضوا ضد هاد السيده، لربما كان هاد الشيء في الاول، لان كانت واحد المساعده ما ليهم من بعد القنوات، لكن هما وقفوا هاد الشيء. علاش؟ لانهم من الناس عاقلين وكيامنوا ان واحد النهار بعد ما غادي يصير الخصام وغادي يطول، غادي يجي واحد النهار غادي يكون نهار الفرج، يعني مخليين الماء منين يدوز، بحيث ان السيده الاخرى كتاجر ناس وبمصادر موثوقه، وخرجوا قنوات وهضروا عليها وقالوا بان كتعطينا فرصه باش نضربوها، وكتعطينا معلومات خاطئه اللي كتخلينا نزيدوا ونطعنوا في هاد السيده وفي راجلها وفي بنتها وفي العائله كلها. الدليل هو انه مشات السيده يومها لواحد القاعه باش يشوفوا يقدروا يديروا فيها شي حاجه، ولا ربما يكونوا هما غير مشاو عرفوا على ديك القاعه. ومشات السيده اللي من العائله ديالهم اللي هي مرت ولدهم، مشات كتجري ودارت الحفله في هذيك القاعه. هذا شنو هو؟ هذا يعني الضرب، وكتبقى تحيد لهم واحد الحاجه، بحيث انهم ولو يديروا شنو ما داروا راه كيمشيو على البساطه. هذا هو اللي باغي اليوتيوب، هذا هو اللي باغيين الناس يعرفوه في اليوتيوب. الناس ما باغينش دابا تفرشيخ، شكون فينا حنا من المتتبعين غادي نوض يدير هذيك الهندقه؟ ولو نبغي نديرها غادي نديرها مره واحده، ولكن ما نديرش دائما. صحيح الانسان يعيش حياته ويفرح براسو ويدير شي حاجه اللي عجباتو اللي يمكن له مشتاق ليها لانه ما دارهاش وتحرم منها وما كانش عنده الفلوس، ولكن نهار يكون عنده الفلوس نديرها بواحد البساطه، وما نجيش انا كمنتقده ونجي نطعن في هادي ونطعن في هادي. بالعكس، خصني نتكلم معاهم، نقد هادي دارت خطا ونقد هادي دارت خطا. هاد السيده اللي كتنتقدهم، هاد الناقده ريناس، كتنتقد هاد البنت الشابه وكتنعتها بواحد الكلام، هذا حقد طالع منك، هذا كلام ماشي زوين، هذا كلام نابع من القلب بالحقد، مش من القلب بالقلب، ماشي شي حاجه سلميه. درتي مشروع طلعتي في 3 ايام، شكون اللي قال لك انهم داروا مشروع في 3 ايام؟ راه الناس خزنوا الموضوع ديالهم لانه كانوا كيتشهاو انه يديروا في هالمنطقه وفي هذا المكان. وسبحان الله بعض المرات كتكوني غدا وكتمشي عينك على شي حاجه وكتقولي يا ريت واش ممكن نوصل لها، سبحان الله العظيم، لانك تكون نيتك صافيه وكيكون القلب مسلم. ربي سبحانه وتعالى تيقول لك ما دمت انت طلبتيني وكبرتيها على راسك وقلتي مستحيل، حتى شي حاجه ما عندي مستحيل، وكيوصلها لك الله. اولا تكون مرضي الوالدين، ثانيا تكون سموح، ثالثا تعرف ما بينك وبين الله، وتكون باغي دير واحد المصلحه وواحد المشروع اللي غادي توصلوا لواحد الناس اللي غادي يستخدموه بواحد الطريقه بسيطه وغادي يوصلها لكل واحد. هاد الناس داروا هذا المشروع فعلا في هذاك المكان، قال لك العرس عرس ليله تدبير عام. اي حاجه بغيتي ديرها في واحد النهار الا وكتدبرها في واحد الوقت طويل، كتجهز ليها غادي نديرو غادي نفعلو. هما غير سجلوا لنا اللقطات اللي تكلمات واختصرات وسجلت لنا اللقطات ومع العائله وكل شيء، واحد النهار بينوا لنا بعد اسبوع انه صافي راه المحل تحل. ايوا، والمشروع الثاني، ثانيا انت
شنو اللي خلاك تنقدي هاد الناس بهالطريقة الوحشية وتقولي هاد الناس غادي يكذبوا علينا؟ علاش غادي يكذبوا عليك؟ شنو السبب باش نو غادي ينوضوا هاد الناس يكذبوا عليك؟ ما كذبوش على المتتبعين، ما شغلهمش، كيشوفوا كي مشاو التمسوا وعرفوا الرخص وعرفوا بالله راه جابت لهم واحد الحاجه بسيطه. فعلا غادي تكون تعرفي بانه اي واحد من غادي تمشي لذاك المكان اللي هما كيصلحوا غتقول اخويا هذا المحل مكري، ايه شنو كي شنو يديروا فيه، شنو مثلا يجي فيه، غيقول لك هاد الناس مثلا دايرين فيه المحل ديال البيع والشراء الملابس، عادي ماشي شي حاجه مخبيه، هما غير بغاو اليوتيوب يبينوا للناس اللي بعاد اللي ماشي فضوليين وغنمشيو يسولوا. تنظن ان انت تحديتي الحدود بزاف، كما كان الحال هاد السيده ومرت خوها ولوستها وعقوستها غادي طيب الخاطر بيناتهم، لان بيناتهم الدم. وهذيك السيده حتى الا ما عجبهاش الحال في هاد الناس راه كتقلدهم في كل شيء، كتقلدهم باش توصل ليهم وبهم طلعات وبهم تكونات وبهم كتطلع لانك تولد معاهم وليدات. وهذاك السيد الا كان واحد النهار متضامن مع مرته سواء في الحق راه تبقى مرته، غتبقى مرته واقف معاه، سواء بالباطل غادي يجي واحد النهار وغادي يتحلو عينيه وغيعرف. ما نقولوش راه سحرات لي ودارت لي وفعلت لي وصنعت لي، لا، راه السحر ديال المراه راه كاين غير باللسان، السحر ديال المراه راه كتقيس الفكر والذكر ديال الرجل ديالها، وكتعرف بان هذاك الرجل راه ضعيف الشخصيه، راه غادي تقدر تكلمه غير بالفم ديالها، وغادي تقدر تبعده على شحال من حاجه وتعطيه الدلائل اللي هو كان تيشوفها عاديه وهي غادي تحورها ليه، راه ما يحتاجش باش تسهر ليه. وماشي حنا كمغاربه في 2021 اي حاجه صرات نقولوا راه السحر هذاك. ثانيا هذيك السيده اللي كانت بعقلها ما خصهاش تخرج وتبقى فيما عندها شي مناسبه تقلي بها السم وكتضيع في راسها، سواء كانوا بالاشهارات او كانوا بالفلوس، كتضيع راسها باش توصل لهذوك الناس. هذوك الناس غاديين غير دقه دقه، غاديين غير دقه دقه، بغات الولد خلاوه ليها، ما قالوش ليه اجي، ماشي ناس ما مزيانينش، راه كاينين الناس اللي كتجي وكتوقف على العكوزه وكتقول لها بغيت ولدي وندير ليه كل فعل ليه، حتى هو كيتحلو عينيه في دوك اللقطات اللي كيسمع من مو انه مو جات عنده، واخا من موراها المراه تقول ليه شنو كان غادي يحرر فيها العيشه وما غاديش يخليها جالسه، لان مو جات قالت شي كلام فعلا خصو يبحث فيه. كيف شفنا واحد النهار هز بنياته ومشى عندهم، نتوما اش دخلكم؟ واش نتوما كتشوفوا العافيه زايده وكتزيدوا الحطب؟ ايه نقديها، قولي لها هادشي اللي كديري ما زوينش، هادشي اللي درتيه هكا راه هادي درتيها حيت هكا، حضري فسري ليها، ربما تحلي القناه ديالك انك تقولي اللوس ولا هي ماشي مشكل، قولي له انت ما تحازيش تقولي لوحده انت ما مزياناش وانت مزيانه، باش عرفتي انت هذيك مزياناش وهذيك مزيانه؟ لدرجه ان بنت خالتها هي هاد السيده هادي انفصلت عليها، انفصلوا عليها بزاف ديال الصحابات اللي كانوا كيتصلوا بها وكيلقاوها وكتلقاهم، انفصلوا عليها. علاش؟ علاش اليوتيوب في المغرب كيورينا شي حاجه ما تتسواش؟ علاش اليوتيوب في المغرب ما كيفيدش؟ علاش ما كيفيدش؟ صحيح ان هي طلعت الروتين اليومي لكن دارته بالمقلوب، شنو استفدنا حنا في الروتين اليوم؟ انا اللي جيت نشوف واحد القناه اللي سميتها رشيده الراسي، هذيك هي اللي كدير الروتين على حقه وطريقه، ما كتجفف وكتبين حالتها، ما كتصبن وكتبين حالتها، كتفيق في الصباح كتحط في طيار بريريد ديال اتاي، كتخمم شنو غدير الغدا، كتقول اجي عندي في الثلاجه كذا، اليوم غادي نخرج نشري كذا، غادي نخرج ندير هنا، غادي ندير هذه، وهي غاديه بالروتين وكتوري الناس وكتستافد. والكل كيدخل عندها تيقول لك انا ملي كنشوف هذاك القناه كنحل عينيا، تنقول حتى انا نمشي نشوف شنو عندي في الثلاجه، ماشي بشرط دير اللي دارت هي، وانما كتحل حتى هي الثلاجه وكتطلع ليها وكدير الموجود في الثلاجه، كتحل البلاكار وكتشوف شنو موجود عندها، كتحل الثلاجه الكونجيلاتور ديالها وكتعرف شنو عندها. علاش؟ كتبع الحركه اللي دارت، ماشي حنا كنتبعوا حركه الجفان وحركه التخمال وحركه الصياغ وطلعين حله حكا الحيوط. اما النهار طلعت هذيك السيده كتحك الجليج ديال البوطاجي، والراجل ديالها دار واحد الفيديو، والا الناس شدته بالمقلوب سواء مقصود ولا غير مقصود،
ما نوضوش نبداو نتحازو مع الناس ونبداو نقولوا كلمه حق ولا على نفوسنا. ومنين نكونوا نقدوا نقدوا باحترام باش هذاك النقد ماشي يجيب لنا المشاهدات ديال الضد، يجيب لنا مشاهدات الاستفاده والافاده. انا نستفد وانت تفيدني. حتى شي وحده الا نضت اليوم وهزات واحد تريكو تقطع عليها ولا بيه شي حاجه توريك كيفاش تخيطيه، ماشي تحطيه وتمشي تقلبي ثاني تشري ب 3000 ولا 4000. والسيده اللي دارت مشروع راه دارت مشروع بشهاده الناس كلهم ديال القنيطره، ان راه الناس الا بغات تمشي تشري تريكو تتولي شاريه تريكو سروال وقميجه ومنسقه اللبسه وداء وخارجه من المحل بواحد الثمن بسيط. وانتم كتعرفوا ان المغرب في هذا الوقت ولا داير اثمنه كثير غاليه ديال الملابس، هي حلت محل اخر. اشنو كتشوفي انت اللي كتنتقديها بهذه القوه وبهذه الشراسه وبهذا القبح وبهذه قله الحياه؟ كتشوفي ان حلت هذا علاش؟ حيت هي مركزه انا باغا توصل لواحد الحاجه بغاتها، واحد الحاجه كتفكر فيها باغا توصل ليها، سواء عاونوها احبابها ولا داروهم في سميتهم ولا عاوناتها صاحبتها. بالعكس يا والله مع الجماعه، شكون فينا ما كرهش والديه يجيو يعاونوه؟ شكون فينا ما كرهش والديه يصمموا ليه ويخططوا ليه ويديروا ليه واحد الخطه استراتيجيه يمشي عليها باش ينجح؟ شكون هاد الوالدين اللي ما غاديش يفكروا لولادهم؟ والسيده كتطلع كتقول لك انا كنبغي ولادي كلهم الله يرضي عليهم، علاش كتخرجوا كتبقاو تناقضوا تحطوا واحد الانتقاد اللي هو ضد الناس كيزيد يحمي الصداع؟ اي نوضي شوفي شي حاجه دارتها ماشي هي هذيك، هضري عليها، دخلي ليها بواحد الطريقه فكاهيه، ضحكي فيها باش توصل للناس، هضري معاها باش حتى هي تضحك شويه. حيت اي واحد كتنتقدو وكتضحك معاه الا وكيقبل داك الانتقاد كيشوفو بواحد الطريقه فكاهيه وتيقول لي فعلا وكيتراجع. انتي يا اختي اللي كتخلي هاد الناس هادو مضاربين، راكي كتخرجي كتشعلي العافيه وما كتخليهاش تطفى بيناتهم. انتي كتشدي وحده باش تقول لك ها هي. حتى كنظن ان ما دخلاش معاك في الخط، ما دخلاش معاك في الخط، مخلياك غير كتجري بوحدك وفرحانه بها وانتي ما كتعرفيهاش وانتي ما مستفده منها حتى شي حاجه. علاش ما تستفديش منها انها تقول لك الله يرحم الوالدين؟ ولا لان الماء ما بقاش منين يدوز بيناتهم الا وصلت للوقت ديال الكلام الخايب على البنت والبنت باقا عزبه وتزوجات ومحنا باش نطعنوا. علاش باش نطعنوا فيها باش يخليها الراجل؟ راه تبارك الله الاخر عندها ثلاثه ديال البنات، تقدري اللي قلتي على ديك البنت يجيك على دوك ثلاثه ديال البنات. تقدري تقولي ان شيخك جا وتحرش بك؟ ما يمكنش، راجل طيب وراجل صلاح النبي عنده مرا غزاله، مرا زوينه وغزاله وتبارك الله، دين ودنيا، دين الصلاه والعباده واليقين والدنيا الجمال ما شاء الله، ودارت الحجاب وزادت زينه وتعطى الله النور في وجهها. علاش غني نوض هذاك الراجل يخلي داك الشيء كاع اللي عطاه الله ونوض يتبع بنت مرت الولد؟ هذا الشيء كنسمعوه في العروبيه، لان البنت ديال العروبيه ملي كتبرج وكتدوز من حدا شيخها ما كيبقاش يحشم، كيبقى غير تابعه وتيقول للمراه ديالو علاش تي ما ديريش هكا. وكاين منهم اللي طلعوا وكيتكرفصوا على عائلات ولادهم وما تيحشموش. هادشي كنا كنسمعوه في مصر ملي كيمشي الولد لدول الخليج وتيخلي مرته عند باه تيقول لها هي صرف عليها وديروا دير، كيجي كيلقى السيده هي كتصبن هي كتجمع هي هذا وكتدخل في واحد المجال ديال ان ما لابساش مقاد تعرات، يعني تيشوف شي حاجه صافي كيطمع فيها، ولا لقات البنت هي ماشي حتى هي هذيك صافي كتولي كتستغل الراجل الكبير في شحال من حاجه، هي تاخذ ليه الفلوس، هي تعيش معاه، هي تقضي معاه الغرض، لان راجلها ما كاينش وما غادي يقدر يعرف حتى شي حاجه. وهذه القصص كنشوفوها بزاف في اليوتيوب، كنعرفوها في مصر كثير بزاف كاع، ماشي غير الشيخ، راه مع الصحاب مع اللوس مع ولد الاخت مع كل شيء. ولكن باش انتي تجي تنقليها وتقوليها بلا تأيدي السيدة لأن قالتها، ربما كانت في حالة عصبية، وحنا كنعرفو هذيك السيدة كتعصب، وملي كتقول حاجة ما كتنازلش وما كتقولش لا راه أنا الله ينعل الشيطان، لأن إلا جات تقول الله ينعل الشيطان راه تفضح تفقد المصداقية ديال القناة ديالها مع الناس وما غيبقى حتى شي واحد يتفرج فيها. لهذا كنصحك انتي الاخت الناقده، لان الناس كلهم تيطلبوا ان بحال هاد القنوات هذه اللي كتدخل بخيط كحل وكتخيط به
وما كتتنازلش عليه، انهم نشوفوا الحل معهم، نوقفوهم شويه باش ماشي نقولوا نضربوهم، وانما نوقفوهم شويه باش ما يتحازوش. نقدي هذيك ونقدي هذيك، نقدي هذيك لان دارت خطا. واش انت كتشوفي هذيك ما دارت حتى شي خطا؟ وكتشوفي هذيك انها دارت كاع الاخطاء، وباش كتعرفيها هاربه منين؟ هربت من عندك. علاش كتتلفظي بواحد اللفظ ما زوينش؟ ربما انت الا ما كنتيش مجوجه وعند راه عندك راسك، عندك اختك، عندك بنات خالتك، بنات عمك، عندك وليدات الا كنتي مجوجه وعندها، سواء عندك البنت ولا ما عندكش، عندك الولد، غادي يجيب لك الله واحد السيده تاخذ ولدك وغادي تولي حتى هي هاربه. وحنا ما كنتمنوش لبعضياتنا هذا الشيء، وهذه الالفاظ راه ما كيبغيهاش لا الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيقول لك ما تلفظوش الناس بالاسماء اللي ماشي ديالهم. هي نهار تزادت راه ما هدبحت عليها، وإلا كانت غادي امها وباها غادي يتعبوا في واحد الحياه ديالهم، ربما حنا كاباء تعبنا وكنساعدوا وليداتنا باش ما يتعبوش، او على الاقل نساعدوهم باش ما يتعبوش. قد التعب اللي تعبنا ما فيها حتى شي باس الا عاونوها وعطاوها. ايه راه شافت كيفاش تعبوا، شكون اللي شفتيه انت تعب بحال السيده اللي انت متحازه معاها تعبت في شي حاجه؟ تعبت باش الحنجره ديالها طلعت القانون، ما قدرش تراجع، عندها اخطاء ما قدرش تراجع عليها، وما تقدرش تراجع، ما تقدرش تقول انا خاطئه. هذا دليل كيبين ان السيد اللي مجوجه به ما عرفش بزاف ديال الحوايج اللي قدر من بعد يشوفهم وغادي تولي فيهم مشاكل، اولا انه عارف ولكن شد الخيط مع المراه ديالو لانه ما يقدرش يخليها بوحدها. وحنا كلنا كنعرفوا ان السيده عندها مشاكل مع الاب ديالها، عندها مشاكل مع الام ديالها، مع اختها، ما غاديش يقدر يخليها. كاينين بعض الرجال اللي كيشوفوا عيالاتهم خاطئين ولكن كيعرفوا السيتياسيون ديالهم ملي كانوا صغار، كيقول لك ما نقدرش انا والده معايا الاولاد وكيبغيها وغادي نضم ليها، ماشي انا هو راضي على داك الشيء اللي كدير، وانما ما يقدرش يخليها باش ما تحطمش كيشجعها، لا ربما واحد النهار تجيه سهله انها تنضم وترجع للرشد ديالها. تنتمنوا بحال هاد القناه ديال الناقدات اللي هما ماشي في المستوى ديال نفسهم، ماشي في بالعكس، انت حليتي قناه ووصلتي ودرتي المشاهدين، حاولي تغيري من الحوار ديالك اللي ماشي زوين بهالطريقه، وحاولي تغيري من المحتوى اللي دايره، وخليك في النقد زوين. الانسان كينقد، نقدي بعض القنوات، اختاري واحد جوج ولا ثلاثه ومره مره دخلي زيدي شي وحده، ولكن ما تحازيش الاخت الكريمه لواحد الشخصيه على شخصيه اخرى، لانك انت ما كتعرفيهمش، وكانوا ساكنين في دار وحده وملمومين وطلعوا وتبارك الله طلعت بجوج ديال الوليدات. راه ماشي سهل باش تطلع جوج ديال البنيات في واحد الدار واكله شاربه والام ديالها ما معاهاش، الام ديالها ما معاهاش، يعني لا هي مساندها ولا حتى شي حاجه، على ما يقال انها كانت جاريه عليها، وهذا الشيء ما كيهمناش حنايا، وانما للتوضيح فقط. كنتمنى تكون هذه القناه تتعجبكم، وغادي نعاودوا نرجعوا للنقد، لان عينا من الاجرام ومن هذا قتل وهذا دار، وكل نهار كنصبحوا على مصيبه في شكل. وكنتمنكم ديروا لايك، راه ما كديروش ليه لايك، المشاهدات ما شاء الله تبارك الرحمن، والتواصل معايا ما شاء الله تبارك الرحمن، وكتعطيوني الاشياء اللي نحيدها والاشياء كتشجعوني فيها الاغلبيه انها زوينه. وكنتمنى حتى الخيبه، واخا تشوفوني كنحكي شي حاجه ما عجبتكمش قولوها ليا باش نزيدو نحسنو. بالعكس انا كنبغي الحاجه اللي ما تتعجبش المستمع ديالي، لان انا ما عنديش مشاهده كصوره فيديو، عندي بس السمع. اللي ما سمعتوها وما عجبتكمش قولوها ليا نصلحوا منها، لان هاد القناه ماشي ديالي بوحدي، هذه ديالنا كاملين، وكنبغيو نوصلوا عبرها الصوت للناس اللي ما كيمشيوش معنا في الخط. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ولايك لايك لايك ما تنساوش.